ياتي أقصى مرامي أحباب الشهود، بنيتي أقصى مرامي أحباب الشهود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود. يا إمام التصوف هو عبارة عن تزكية النفوس وتصفية القلب من شهوات وملذات الدنيا وإملاؤها بالعبادة والتسبيح والتفكر في ذاتية توحيد الله عز وجل. يمكننا أن نستعرض كلاما لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، من قطن دمشق الشام فترة من حياته، وزاويته الغزالية في جامع بني أمية الكبير تشهد، وفيها ألف كتابه إحياء علوم الدين الذي يمكننا أن نقتبس منه كلاما يتعلق بهذا المعنى. فيقول رحمه الله: السماع يثير في القلب حالة من الوجد، هذا الوجد يثمر تحريكا في الأطراف، إما بحركة غير موزونة وهي الاضطراب، وإما بحركة موزونة فهي الرقص. سر نور الغاشم عجل بفرج ونعيم، وبسر نور الغاشم عجل بوصل ونعيم، واجعل نبيك بلسامي، واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهام. طبعا في متصوفين كتير، في الشيخ ابن حدين ابن عربي، في رابع العدوية، في مالك ابن دينار، هدول المتصوفين اللي تركوا أثر وبصمة في بحار التصوف والصوفية. طبعا أنا لابس زي مولوية، لأنه المولوية كمان هي عبارة عن جزء من التصوف. الحقيقة المولوية هي عبارة عن طريقة صوفية قديمة انتشرت في أنحاء الدولة العثمانية، حتى بلغ عدد تكاياها 360 تكية مركزها قونيا. الإمام الجنيد من أئمة التصوف رضي الله تعالى عنه يقول: تنزل الرحمة على هذه الطائفة، ويقصد المتصوفة، في ثلاثة مواضع. أولاً عند الأكل، لأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة حينما يشتد بهم الجوع، وذلك من نهي النفس عن الهوى وكبح جماحها من الرياضات الروحية في الإسلام. والثاني عند المذاكرة، لأنهم لا يتكلمون إلا في مقامات الصديقين. والثالث موضع الشاهد عند السماع، لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقا. مؤسس طريقة المولوية بالعالم مولانا جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي بنقول له مولانا نسبة لكلمة مولى، مشتقة مولانا من كلمة مولى. فجلال الدين الرومي مولانا هو سلطان العارفين، مقامه في قونيا ومدفون في مقام كبير جنبه ابنه سلطان ولد. طبعا هو أسس الطريقة بناء على شيء محزن حصل معه، تتلمز على يد أستاذه شمس الدين تبريزي. فهو اللي يعني اللي خلاه يفكر ويبحر بالتصوف، لأنه كان مولانا جلال الدين الرومي يعني يعنى في الأشعار وفي التدريس، وله منظومة بالفارسية، منظومة تتألف من 25,000 بيت، بيت شعر. فشمس الدين تبريزي وقت اللي دخل عليه لمولانا جلال الدين الرومي، فأعطاه بحر التصوف، فهو اللي خلاه ينتابه شيء
بعيد عن الدنيا والتفكر فقط في الخالق عز وجل والعبادة والتقرب منه بطريقته اللي هي أساسها هي طريقة المولوية. طبعا نشأة المولوية في جو حزن، فنحن إذا بدنا نقول إنه هالمولوية يعني كيف عم تدور المولوية، كيف عم تصير عملية الدوران عندهم، طبعا كل شيء بالفلك فلسفيا عم يدور، من أصغر ذرة لأكبر مجرة كل شيء عم يدور بالفلك، الكواكب عم تدور، الشمس عم تدور، الأرض عم تدور، وحتى الحجاج حول الكعبة عم يدوروا ويطوفوا، فكله عم يأخذ جو واحد اللي هو اسمه الدوران، كلهم في فلك يسبحون، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تدور أجسادهم هائمين في ملكوت الخالق، مبتعدين رافضين لهموم الدنيا، متقربين من الله بأذهان واعية وقلب صاف. ما جاء ذكر محمد صلي وسلم سيدي، ما جاء ذكر محمد في قلب كل واحد زار المقام الأحمد. الإنسان بطبيعته أخي الحبيب يحب الصوت الجميل والنغم الجميل. هلأ بعض الناس يسألون يعني ليش الإنسان بطبيعته يحب الصوت الجميل ويكره وينكر الصوت غير الجميل؟ هلأ ومن صغره وهو في بطن أمه، يعني نحن نعلم أن الإنسان يكتسب معرفته في الحياة من خلال الجوارح، يعني الأعضاء، بلمس الشيء بيلاقيه حامي، بيعرف انه حامي، بارد بيعرف انه بارد، بيرتطم بشيء بيعرف انه هذا مؤذي وكذا الى اخره. الا الصوت يفرق بين الصوت الحسن، بين صوت امه الحنون، وبين صوت جاره الاجش وهو في بطن امه. طب ما السبب في ذلك؟ علماؤنا رضي الله تعالى عنهم قالوا السبب هو ان الله عندما خاطب الناس في عالم الذر، عندما حشرهم أو جعلهم كلهم على يد سيدنا، على كف سيدنا آدم في عالم الذر، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. منذ ذلك الوقت طبع في وجدان البشرية جمال الكلام، والله كلامه جميل جميل وخطابه جميل، جمال الخطاب، فصار الناس يحبون ويعشقون الصوت الجميل. معرفة السبب في تأثر الأرواح بالصوت والنغمة الجميلة، هذا من دقائق علوم المكاشفات كما يقرر فيلسوف الإسلام الغزالي، يقول فبليد الطبع قاسي القلب لا يمكنه أن يتلذذ بسماع الصوت الجميل، بل يتعجب من تلذذ المستمعين كما تتعجب البهيمة من طعم الطبخ النفيس الطيب، لأنها لا تحسن هذا التذوق. فهذا التشبيه واقعي عند من ينكر طيب السماع وحسن أثره في نفوس المخلوقات وخاصة عند الإنسان. هذا التأثر سمي عند الصوفية وجداً، وهو مأخوذ من الوجد والمصادفة، أي هو صادف في نفسه معان لم يصادفها قبل هذا السماع، قبل سماعه لهذه الموسيقى التي هي بشروطها الشرعية من الكلام ذو المعنى الراقي البعيد عن التفحش، ولا يلازمه شيء من اللهو والمجون، بل هو كلام ينشد بصوت طيب يرقى بالنفس لتنأى عن ماديات هذه الدنيا وتتصل بالملأ الأعلى. المولوي أثناء الدوران هو عم يوصل رسالة،
رسالة عم من خلال دورانه عم ينتابوا الشعور، هالشعور هذا اللي عم أثناء الدوران عم ياخد القوة والمدد من الله عز وجل لتمر به ويعطيها لباقي الخلق في اليد اليسرى. يعني وقت المولوي أثناء الدوران عم يرفع يده اليمنى إلى السماء واليد اليسرى إلى الأرض، يعني هو عم يطلب القوة والمدد من الله عز وجل ليعطيها لباقي الخلق. فهو عبارة عن صلة وصل ورسالة يؤديها من خلال دورانه وتعبيره عما يجول بداخله. طبعا لابد ما أنه يشارك الطريقة المولوية ودوران المولوية بعض الموسيقى، الموسيقى يلي بتخلي يعني بتكون روحية، ما بتكون مثلا عزف وتري. يعني خلينا نقول مثلا الناي، الناي هو بالأصل عبارة عن آلة حزينة، والعزف فيها بيكون من خلال الروح والنفس. الحقيقة لا علاقة بين الصوفية وبين المولوية. كما قلت لك التصوف هو عبارة عن منهج، من سار على هذا المنهج هو صوفي، من زهد، بعد عن الدنيا، من إعراض عن الدنيا، من تخلية القلب من أو النفس من رذائلها وتحليتها بالفضائل من التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، هذا هو التصوف. نعود إلى فكر الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله، يذكر قصة عن أبي بكر الدينوري. يقول الدينوري: كنت في الصحراء فنزلت ضيفا على قوم، وجدت عبدا مقيدا عند باب البيت وحوله مجموعة من الجمال ميتة، فلما نزلت ضيفا جاء هذا العبد وتوسل لأن أشفع له عند صاحبه ليعتقه، فلما وضع لي الطعام قلت لا أكل حتى أشفع في هذا العبد، فقال صاحب البيت: لقد أهلك مالي. فقلت: ماذا فعل؟ قال: إن هذه الجمال أنا كنت أعيش من ظهورها، أي من أجرتها، هذا العبد حملها أحمالا ثقالا وحدى بها بصوته الطيب فسيرها مسيرة 3 أيام في ليلة واحدة، فلما وصلت ووضعت أحمالها مات كلها. منغمس الروح في حب أبدي، يردد ترانيم ذلك العشق في سره، تخرج كلمات ذكر الحبيب الذي تملك قلبه من روحه راضية راجية ليذيع ذلك العشق، واصلا بصوته أعالي السماء لعل محبوبه يسمع نداءه، ولسان قلبه يقول: كل القلوب إلى الحبيب تميل، إليك يا الله يا رحمن يا عالي. غنى الهزار على روض العرار بكم، فما علمنا من المقصود بالنغم، وذا النسيم على الوادي البسيم سارا، فما عرفنا تدني رقة النسم، وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم،
فما فقهنا هزيز الركب أين رمي لولاكم ما تلذفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البان والعلم ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي. يا سراج الكون إني عاشق أسداها يا سراج الكون إني عاشق مستهى مغرم والمدح فني يا بدر الدمام.